أهلا بكم إلى نشرة مفصلة من الميادين. ومن العاصمة الروسية موسكو. وفي العناوين: عشرات الشهداء والجرحى باستهداف الاحتلال، حي انصيرات ومدينة الزهراء وسط قطاع غزة، والأمم المتحدة تصف الوضع بالقطاع بأنه أكثر من كارثي. المقاومة الإسلامية الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية في مدينة الزهراء وسط القطاع، وخبراء إسرائيليون يحذرون من خسارة الحرب على خلفية غياب خطة اليوم التالي. المقاومة الإسلامية تتوعد الاحتلال بالتصعيد مقابل التصعيد، والإعلام الإسرائيلي يعلق ساخرا من تهديدات المسؤولين الإسرائيليين من سيعيد من إلى العصر الحجري. وعلى جبهة اليمن، تقارير بريطانية عن هجوم جديد قبالة الحديدة، وصنعاء توسع عملياتها نحو المحيط الهندي وتنسق مع فصائل في المقاومة بشأن المرحلة المقبلة. نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تتخطى 38% في اليوم الثاني، والخارجية تتهم واشنطن بمحاولة التأثير في الانتخابات من خلال إعداد معلومات مضللة. أهلا بكم. عشرات الشهداء والجرحى باستمرار العدوان على قطاع غزة، والعدوان يتركز على مدينتي حمد والزهراء وحي انصيرات وسط القطاع في وقت تخوض فيه المقاومة اشتباكات ضارية عند محاور التوغل في مدينة الزهراء. الأمم المتحدة وصفت الوضع الإنساني في غزة بأنه أكثر من كارثي. أي عملية عسكرية في رفح وفي ظل الظروف الحالية ستؤدي إلى نتائج كارثية على السكان وعلى الفلسطينيين عموما، وستكون كارثية بالنسبة للوضع الإنساني. نتمنى أن يتم تفادي هذا الأمر، ونأمل أن تتوصل الأطراف كافة إلى اتفاق لوقف النار لضمان وصول أكبر قدر من المساعدات وإطلاق الأسرى. ما نراه في غزة هو كابوس، وما هو أكبر بكثير من أزمة إنسانية، حيث الوضع أكثر من كارثي، والعنف والحرب على الأرض يترافقان مع معلومات وسرديات مضللة. أؤكد لكم أننا تركنا غزة في وضع أسوأ مما يجري وصفه أو مما يمكن أن تتخيلوه. ومعنا من رفح جنوب قطاع غزة أكرم دلول ليضعنا في تفاصيل هذا الوضع الذي تصفه الأمم المتحدة بأنه كارثي، خاصة في ظل يعني سوء التغذية الذي وصل لمستويات غير مسبوقة، وأيضا إذا يعني كان بالإمكان أن تضعنا في آخر التطورات الميدانية. أكرم، يعني يرى هذا ليس بالجديد، منذ اليوم الأول للعدوان إسرائيل سعت إلى تدمير كل شيء في قطاع غزة واتباع سياسة تجويع وتشريد الناس إلى جانب إبادتهم على مرء العالم، ولكن مع وصول مزيد من ربما ممثلي الدول الأوروبية تحديدا والمؤسسات الدولية التي تتبع لهذه الدول والتي تعمل هنا في الأراضي الفلسطينية، ربما بان بعض من زيف كل ما يحاول الاحتلال الأمريكي ومن خلفه الإدارة الأمريكية الاحتلال الإسرائيلي ومن خلفه الإدارة الأمريكية أن يروجاه بشأن طبيعة الأوضاع في غزة. نحن نتحدث عن كارثة محققة، منذ اليوم الأول قلنا أن كل شيء في غزة مستهدف، لو كان بإمكانهم أن يستهدفوا الهواء لقطعوه عن أهالي قطاع غزة، رغم أن الهواء أيضا لم يعد صالحا للتنفس على اعتبار أن المواد الحربية تغطيه من كل الاتجاهات. إذا نتحدث بالفعل عن مجاعة، عن أوضاع إنسانية كارثية، عن أن كل 6 من أهالي قطاع غزة ربما يمكن لواحد منهم فقط أن يتلقى بعض من الطعام، فيما الخمسة الآخرون بحسب تقارير المؤسسات والمنظمات الدولية يعانون شبح الجوع. هذا الجوع الذي ما زال يفتك بأجساد الصغير قبل الكبير
هنا في قطاع غزة، هناك عشرات حالات الوفيات نتيجة هذا الجوع والذي تسبب في الجفاف وأيضا انتشار الأوبئة والأمراض المختلفة فيما بين المواطنين، في وقت بالتأكيد تحذر فيه كثير من التقارير من كارثة محققة ستدخل يعني أو ستتعدى هذه الكارثة كل المراحل المتعلقة بالكوارث حول العالم، لا سيما إن لم يكن هناك حراكا عاجلا لوقف هذا العدوان وإدخال المساعدات اللازمة لبقاء أهالي قطاع غزة على قيد الحياة. هذا إذن بالنسبة للوضع الكارثي والإنساني في غزة الذي يتفاقم مع مرور الأيام. بالنسبة للأوضاع الميدانية هي غاية أيضا في الصعوبة، القصف الإسرائيلي لا زال مستمرا في كل محافظات القطاع. دعيني أتطرق إلى آخر التطورات المتعلقة بالربع ساعة الأخير فقط من هذا العدوان. قبل قليل تم انتشال جثماني شهيدين من منطقة مدينة الزهراء التي تتعرض إلى عملية توغل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي تجابه بمقاومة كبيرة. هذان الشهيدان حتى الآن هناك تضارب في المعلومات بشأن الذي جرى معهما، الحديث يدور عن استهداف سيارة وحديث آخر عن استهداف مجموعة من المواطنين، لكن بغض النظر العدوان إذن أدى إلى استشهاد هذين المواطنين الفلسطينيين في مدينة الزهراء. سبق ذلك بدقائق معدودات قصف إسرائيلي جديد على المخيم الجديد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، تم انتشال جثامين 7 من الشهداء معظمهم أطفال بالإضافة إلى جرحى آخرين. كذلك في الربع ساعة الأخير فقط نستطيع القول أن الأطراف الشرقية لمدينة غزة تعرضت إلى وابل من قذائف المدفعية والغارات الجوية. إحدى الغارات استهدفت مجموعة من الفتية الذين كانوا يبحثون عن حشائش الأرض وتحديدا نبتة الخبيزة التي أضحى الناس يلجؤون لطبخها لأطفالهم وعائلاتهم لسد رمق جوعهم لا سيما خلال شهر رمضان. هناك شهيد وعدد من الإصابات نتيجة هذا القصف الإسرائيلي. لكننا حقيقة يارا خلال الساعات الماضية كنا على موعد مع مجزرة كبيرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلة الطباطيبي التي كانت تسكن مدينة غزة وتشردت بفعل العدوان إلى مخيم النصيرات. هذه العائلة ارتقى منها حتى الآن 36 شهيدا، العدد الأكبر منهم نساء وأطفال بحسب المصادر الطبية. العدد أيضا المتبقي من هذه العائلة ما زال تحت الأنقاض، وبالتالي نتحدث عن إبادة كاملة لعائلة الطباطيبي التي كانت تسكن هذه المنطقة. قبل قليل بدأت مراسم تشييع هؤلاء الشهداء الذين يتبعون لعائلة الطباطيبي. حملت جثامين الشهداء عبر شاحنة إلى المثوى الأخير بحيث دفن هؤلاء الشهداء في مقبرة جماعية نتيجة هذا العدوان الإسرائيلي. رفح بالمناسبة المفترض أن تكون آمنة كذلك كانت خلال الليل على موعد مع غارات استهدفت منازل وشقق سكنية، الأمر الذي أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين، وكذا الأمر تماما بالنسبة لمدينة خان يونس التي انسحبت قبل قليل بعض الآليات العسكرية الإسرائيلية من محيط مدينة حمد السكنية، لكن هذا الانسحاب يبدو تكتيكيا على اعتبار أن جيش الاحتلال متواجد على ما يعرف بشارع 5 الواقع في شمال مدينة حمد، ينسحب تارة يتوغل تارة أخرى، ولكن مع كل عملية توغل يواجه جيش الاحتلال بمقاومة كبيرة من قبل الفصائل الفلسطينية. شكرا جزيلا لك أكرم دلول مراسل ميادين، كنت معنا من رفح جنوبي قطاع غزة. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد أن واشنطن لم تبلغ خطة لرفح، وأشار بلينكن إلى أن بلاده تكثف جهود سد فجوات متبقية للتوصل إلى اتفاق مع حماس. نعم كان هناك اقتراح مضاد قدمته حماس، من الواضح أنني لا أستطيع الخوض في تفاصيل ما يتضمنه ذلك، ولكن ما يمكنني قوله هو أننا نعمل على نحو مكثف مع إسرائيل وقطر ومصر لسد الفجوات المتبقية ومحاولة التوصل إلى اتفاق. الأطفال في أحد مراكز الإيواء في شمال غزة يحاولون أن يصنعوا أجواء رمضانية خاصة بهم بعدما حرمهم الاحتلال الإسرائيلي منها بفعل العدوان. من شمال غزة محمود العواضية. هكذا تزين أحد مراكز الإيواء في شمال قطاع غزة، طرحة سلبها الاحتلال الإسرائيلي من الأطفال بفعل حالة التجويع والحصار المفروض عليهم. رغم الحرب سوف نحتفل في شهر المبارك رمضان،
والآن نحن في مركز اللواء ونجمع الأطفال كي نحتفل وننبسط. كنا هنا في جمع واحد بنعمل احتفال بعد الفطرة، بنقعد نحتفل مع بعض لأنه مناسبة رمضان أجا في عام يعني مش كتير حلو، أجا بعام زي النكبة يعني لأطفال فلسطين كلهم عندهم أحزان وجراح. رغم الاحتلال ورغم التهجير ورغم أن فوق 161 يوم في الملاجئ في الإيواء بنحتفل في رمضان، ولو ايش بده يصير يصير بدنا نحتفل في رمضان كمان. إذن هذه هي الأجواء التي يجب أن تكون في مراكز الإيواء في شمال قطاع غزة، حالة من الفرح حاول هؤلاء الأطفال أن يصنعوها في داخل مركز الإيواء، بهجة سلبها الاحتلال الإسرائيلي عن شمال قطاع غزة. محمود العوضية، شمال غزة، الميادين. لا ينحصر التخبط الإسرائيلي الداخلي على خلفية الحرب في غزة في مجال دون آخر، الأمر الذي دفع خبراء ومعلقين إلى التحذير من خسارة الحرب، لا سيما في ظل انعدام الأفق السياسي لليوم الذي يليها. تقرير هاني فحص. دخول الحرب في قطاع غزة مرحلة المراوحة وتآكل المكاسب الميدانية ترافقا مع استمرار السجالات والخلافات الداخلية على عدة محاور ومستويات، بدءا بالخلافات بين وزراء الحكومة وصولا إلى تصعيد حراك ذوي الأسرى الإسرائيليين ضد حكومتهم، مرورا بالانتقادات التي باتت توجه للجيش الإسرائيلي من كل حد وصوب. توجد أقوال تتكرر ربما لإلصاق تهمة الفشل بالجيش الإسرائيلي. طوال الوقت نسمع وزراء يتهمون الجيش ورئيس هيئة الأركان وكأن هناك خطة معدة سلفا من أجل المس بالضباط ورئيس هيئة الأركان واتهامهم بالفشل. محاولات وزراء التهرب من المسؤولية لا تعني أن الحال داخل الحكومة أفضل، حيث الخلافات والسجالات على أشدها بشأن الدخول إلى رفح وتوزيع المساعدات وانعدام الأفق السياسي في اليوم التالي للحرب. يأتي ذلك في ظل تصعيد ذوي الأسرى الإسرائيليين في القطاع من تحركاتهم الاحتجاجية ضد مماطلة الحكومة بعقد صفقة تبادل أسرى. الكل يفهم أن الحرب تراوح مكانها، وما سيحصل في حال عدم نهاية هذه الحرب هو أننا سنخسر أمام حماس. إسرائيل حالياً في الحضيض، 134 مختطفاً، عشرات أو مئات من الآلاف ممن تم إجلاؤهم من دون أمل بالعودة إلى منازلهم. ليس هناك أي شيء طبيعي، الدولة والشعب في حالة اكتئاب. وفيما شككت أوساط عديدة بحصول عملية عسكرية قريبة في رفح رغم تأكيدات نتنياهو المتكررة، رأى معلقون أن النصر في غزة بعيد المنال وغير ممكن، وأنه من دون أفق سياسي كما هو الحال، فإن حركة حماس هي التي ستربح الحرب. في سياق آخر، أعربت حركة فتح في بيان لها عن استغرابها واستهجانها من حديث حماس عن التفرد والانقسام، وقالت إن من حق الرئيس القيام بكل ما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن أولوية الكل الفلسطيني هي وقف الحرب فورا والإغاثة ومنع التهجير، وهو ما يدركه كل عاقل غير مفصول عن شعبه وفق تعبير البيان. من جهته أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد اللحام للميادين أن تكليف محمد مصطفى تأليف حكومة جديدة جاء وفق الدستور. كانت يعني دوافع لهذا التغيير في محاولة لترميم الحالة الفلسطينية ومحاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل هذه الهجمة وهذا الاستهداف من قبل المشروع الصهيوني لاجتثاث الشعب الفلسطيني وللترانسفير والترحيل. موضوع القراءة لموقف حماس تحديدا، حماس هي لن ترضى ولم تقبل كذلك يعني الدكتور محمد شتية وما قبله، ولكن نقول للأخوة في حماس بأنه
نظام الأساس الذي جعل من الدكتور إسماعيل هنية رئيسا للوزراء هو نفس هذا النظام الأساس لم يتغير، الذي جعل من الدكتور محمد مصطفى صاحب تكليف بتشكيل الحكومة الفلسطينية. في نفس الوقت نكن كل الاحترام لكل المكونات الفلسطينية ولكل وجهات النظر في هذا الجانب. حركة الجهاد الإسلامي لم تكن هي يعني في حالة السلطة الوطنية الفلسطينية، وأخذت موقف الحالة الانعزالية عن المشاركة السياسية في نظام الحكم الفلسطيني منذ نشأتها حتى هذه اللحظة، وكذلك تقريبا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. هذا وأعلنت الفصائل الوطنية الفلسطينية رفضها ما وصفته بسياسة التفرد التي تنتهجها السلطة الفلسطينية، ودعت الشعب إلى رفع الصوت في وجه العبث بحاضر ومستقبل قضيته، وقالت في بيان أن تأليف حكومة جديدة من دون توافق وطني هو تعميق للانقسام في لحظة تاريخية هي أحوج ما يكون فيها الشعب الفلسطيني إلى التوافق والاتحاد. الفصائل شددت على أن الأولوية الوطنية القصوى هي لمواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي وحرب الإبادة والتجويع والتهجير التي يشنها الاحتلال في قطاع غزة، والتصدي لجرائم مستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة. ولفتت إلى أن هذه الخطوات تدل على عمق الأزمة لدى قيادة السلطة وانفصالها عن الواقع والفجوة الكبيرة بينها وبين الشعب الفلسطيني وهمومه وتطلعاته. مسؤول العلاقات الدولية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر دعا من جانبه إلى وقف الكلي لاتفاق أوسلو، وفي حوار مع الميادين قال الطاهر إن السلطة تتوهم في أنها تملك دولة. نحن فعلا في مرحلة تحرر وطني، نريد تحرير الأرض. أما السلطة الفلسطينية يعشعش في ذهنها وهم أنه هي عم تتصرف وكأنه لديها دولة، وهي ليست لديها أي شيء ولا تمون على أي شيء. نقول للإخوة في حركة فتح، هذه الحركة المناضلة التي قدمت آلاف الشهداء، الوضع الفلسطيني يتطلب إعادة نظر شاملة بكل مكوناته، لبلورد برنامج سياسي جديد يقطع كليا مع أوسلو ويقلب الطاولة ويغلق مرحلة ونبدأ بمرحلة جديدة. الآن السؤال المطروح، طيب عند السلطة الفلسطينية في 800 ألف مستوطن في الضفة، هل تتوهمون أنه في دولة فلسطينية ورح يعطوكم دولة فلسطينية؟ ما في دولة فلسطينية على الإطلاق، كل هذا كلام فارغ. وعلى خلفية الحرب على غزة يتبدى التوتر الأمريكي الإسرائيلي، حيث أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ارتياحه إلى خطاب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الذي رأى فيه أن بنيامين نتنياهو عقبة في طريق السلام. تقرير محمد كريم. الرئيس الأمريكي جو بايدن يعبر عن ارتياحه إلى الخطاب الذي ألقاه زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، حيث انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في علامة جديدة على تباين الرؤى بين البيت الأبيض ونتنياهو في شأن جملة ملفات ومنها العدوان على غزة. السيناتور شومر أبلغ موظفي الرئاسة بأمر الخطاب قبل الإدلاء به، وقد ألقى خطابا جيدا، وأعتقد أنه عبر عن قلق جاد يشاركه فيه كثير من الأمريكيين. شومر الذي يعد أعلى مشرع يهودي في الكونغرس والذي نسق خطابه مع طاقم البيت الأبيض دعا إلى عزل نتنياهو بإجراء انتخابات مبكرة لتأليف حكومة جديدة تستطيع التعامل مع المتغيرات الميدانية ومتطلبات الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. إذا ظل الائتلاف الحالي لنتنياهو في السلطة بعد الحرب واستمر في اتباع سياسات خطيرة وتحريضية، فلن يكون أمام الولايات المتحدة إلا أن تؤدي دورا فعالا في رسم سياسة إسرائيل باستخدام أدوات الضغط المتاحة. وبينما جاءت مواقف بايدن وشومر بعد دعوات من قيادات ديمقراطية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، فإنها تعبر أيضا عن شعور قيادة الحزب الديمقراطي بمخاطر حقيقية من قاعدتها الانتخابية التي عبرت عن غضبها واستيائها بالأصوات المعترضة خلال الانتخابات التمهيدية من مواقف الإدارة تجاه العدوان على غزة. ستكون تصريحات بايدن وشومر أمام اختبار حقيقي عبر فرض قيود على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والسعي إلى استصدار قرار أممي بوقف إطلاق النار ولو بصورة مؤقتة على أقل تقدير.
محمد كريم، واشنطن، الميادين. إلى القدس المحتلة، حيث أدى 80,000 مصل صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك بسبب قيود الاحتلال الإسرائيلي وتضييقاته. هناء محميد. نحو 3,000 شرطي إسرائيلي ينتشرون في أنحاء القدس المحتلة في الجمعة الأولى من شهر رمضان، فيما تفرض قيود كثيرة على دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس. وحدهم أولئك الذين يحملون تصريحا وتتجاوز أعمارهم 55 من الرجال والخمسين من النساء قد يحظون بفرصة الصلاة في الأقصى. فيش ناس، فيش ناس، لأن أغلب الناس معهاش تصريح، و منين يجيبوهم؟ مركوش حدا بدون تصريح، ولا كأنه يعني في رمضان كرمضان، كأنه مسكر أهل الضفة، مسكر على كل الناس بتزور مسجد الأقصى. المسجد الأقصى ناقصه هذه الناس اللي بتيجي تتعبد فيه بيوم الجمعة، يعني زي ما أنت شايفة فيش ناس، فيش ناس نازلة على الأقصى بالكمية اللي كانت تنزل برمضان السنة اللي عدت المرأة. ليش؟ لأنه وضع مسكر، وضع الاحتلال مسكر. مئات الحواجز العسكرية تم نشرها لتطويق الطرقات المؤدية إلى القدس القديمة، حواجز تعيق وصول المصلين وتكرس ظاهرا هيمنة الاحتلال على المدينة. بالنسبة لنا كل شيء الصلاة يوم الجمعة، يعني رمضان بالذات. ليش؟ تواجد في القدس هو المهم؟ إثبات وجودنا، إثبات ديننا، إثبات كل شيء يعني، وإثبات أن هاي المدينة إلنا يعني، يعني إثبات هوية. الله يعطف على أهل غزة يا رب، الله يجبر بخاطرهم، الله ينقذهم من كل ضيقة وشدة، إله ربنا يوقف معهم. القلب بتوجع والله، بنطبخ الأكل ما بنعرف ناكل، ما بنقدر، الشعب مسكين، ضحية الدنيا كلها. يا ربي أول إشي يجبر كسر غزة، أهل غزة، ويفرج عنهم الهم والكرب، ويهدي أمة محمد المسلمة، بس يطلعوا لهم بعين الرضا، بس لأنهم مسلمين هدول. بكرة ربنا راح يجمعهم في يوم لا ريب فيه، يقول لهم تعالوا أطفال غزة، هدول شو لهم ذنب يقتلوا؟ شو لهم ذنب؟ شو الذنب اللي عملوه؟ تروج سلطات الاحتلال أنها تراعي الحق بالعبادة ولا تفرض التضييقات، لكن 80,000 مصل فقط تمكنوا من الوصول إلى الأقصى والصلاة في رحابه، عدد يكاد لا يمثل ثلث المصلين في الجمعة الأولى من رمضان العام الماضي، والذي شهد كذلك كثيرا من التقييدات. هناء محميد، القدس المحتلة، الميادين. كشفت مصادر خاصة للميادين عن اجتماع ضم حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بحركة أنصار الله اليمنية. وبحسب المصادر فإن الاجتماع الفلسطيني اليمني كان عنوانه التنسيق في شأن المرحلة المقبلة، وأن حركة أنصار الله أكدت جاهزيتها لتطوير كل أشكال التعاون مع فصائل المقاومة الفلسطينية. ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز الجاهزية لاحتمالات توسع التصعيد في شهر رمضان، لا سيما الجاهزية لمرحلة رفح. كذلك جرى استعراض تطورات محادثات الهدنة وتمسك الفصائل بالوصول إلى اتفاق يوقف العدوان. وأشارت المصادر إلى أن الفصائل الثلاث أكدت الخطوط الرئيسة المرتبطة بانسحاب جيش الاحتلال من القطاع وعودة النازحين والتوصل إلى صفقة تبادل مشرفة. عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أكد أن الشعب الفلسطيني يدافع اليوم في معركته عن كل أبناء الأمة في المنطقة أمام المخطط الإسرائيلي وليس فقط عن الفلسطينيين. وخلال مقابلة مع الميادين شدد البخيتي على أن التنسيق مع حركات المقاومة تعزز خلال معركة طوفان الأقصى. كان الصهيوني قد بدأ في استهداف رفح، لذلك ردينا على ذلك الاستهداف بالتصعيد، وإذا ما كان هناك اجتياح شامل لرفح وارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية، فنؤكد للجميع أنه سيكون هناك
تصعيد. مثلا نحن هددنا في السابق ما صدقونا ان احنا ان لدينا القدره لاستهداف سفنهم في البحر الاحمر والعربي، ولكن هذا تحقق، وبالتالي فان تهديداتنا باذن الله سبحانه وتعالى ستتحقق فيما يتعلق باستهداف سفنهم الحربيه ومصالحهم في المحيط الهندي. نؤكد ان قرار وقف عمليات اليمن العسكريه سواء في عمق الكيان الصهيوني او في البحر الاحمر او في البحر العربي أو في المحيط الهندي في غزة وفي فلسطين. ميدانيا أكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن حركة أنصار الله في اليمن أطلقت أمس 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن في اتجاه البحر الأحمر، وأشارت في بيان لها إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار لدى السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية. كما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ليلة أمس عن حادث جديد وقع على بعد 65 ميلا بحريا غربي محافظة الحديدة غرب اليمن في البحر الأحمر. وكالة الأمن البحري البريطاني كانت أعلنت تعرض ناقلة لهجوم صاروخي على بعد نحو 88 ميلا بحريا من شمال غربي الحديدة، وتحدثت عن أضرار في السفينة التي كانت مدرجة أنها تابعة لإسرائيل. إلى جبهة جنوب لبنان، حيث استهدفت المقاومة الإسلامية المزيد من مواقع الاحتلال، من بينها تجمع قرب موقع الراهب وقوة في أثناء دخولها ثكنة زرعيت وفي محيط جل العلام. المقاومة أكدت في بيان لها استهداف موقعي المرج وحدب يارين بالأسلحة الصاروخية، كما قصف مجاهدوها تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع بركة ريشة بصاروخ بركان، واستهدفوا كذلك موقعي الرادار ورويسات العلم في تلال كفر شوبة اللبنانية. الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية نشر فاصلا ترويجيا بعنوان بتوسع من وسع. بتوسع من وسع، بتعلي من علي. هذا ولقي الفيديو اهتماما من قبل الإعلام الإسرائيلي الذي أعاد نشر الفيديو مع تعليقات لمسؤولين إسرائيليين أبرزهم وزير الأمن يوآف جالانت، وهم يهددون حزب الله بإعادة لبنان إلى العصر الحجري قبل أن يرد المعلقون على هذه التهديدات بسؤال سيعيدون من إلى العصر الحجري. يعني مزير את חיזבאללה, את נסראללה, לא לעשות טעות. אם חלילה יתפתח פה הסלמה או אירועים מלחמתיים, אנחנו נחזיר את לבנון לעידן האבן. אנחנו נקה קשה מאוד את חיזבאללה ונחזיר את לבנון לעידן האבן. חיזבאללה ישגה. אנחנו נחזיר את לבנון לעידן האבן, על כל המשתמע, מאות שנים אחורה. טוב, תקופת האבן זה אלפי שנים אחורה, אבל הרעיון ברור. אבל אם חלילה נגיע למלחמה, אנחנו נחזיר את לבנון לעידן האבן, לא פחות מזה. ואם הוא יעשה שגיאה חמורה, לבנון תחזור לעידן האבן, לא פחות. אנחנו נחזיר את לבנון לעידן האבן. חיזבאללה, נסראללה, לא לעשות טעות. אם חלילה יתפתח פה הסלמה או אירועים מלחמתיים, אנחנו נחזיר את לבנון לעידן האבן. אנחנו נקה קשה מאוד את חיזבאללה ונחזיר את לבנון לעידן האבן. גלנט הוא עכשיו שר הביטחון, אבל בזכותו יאמר שהוא עקבי. دعا مسؤول المكتب الأمني في كتائب حزب الله العراق أبو علي العسكري الحكومة والإطار التنسيقي إلى عدم منح قوات الاحتلال الأمريكي الحصانة
وإلا فسيفتح باب جهنم. وفي بيان له دعا العسكري العاملين في مجال جمع المعلومات إلى الشروع في عرض الوثائق والاعترافات التي تؤكد أن أربيل هي وكر تجسسي تأمري يعمل للإضرار بأمن العراق ويعد قاعدة متقدمة من القواعد الإسرائيلية. وشدد العسكري كذلك على أن ما قدمه الحشد الشعبي وقياداته إلى الشعب والدولة يقتضي الدفاع عنه واحترام قياداته، لافتا إلى أن مسألة إبعاد قيادات أو استبدال أخرى يجب أن تتخذ بقرار من داخل هيئة الحشد. ننتقل الآن إلى موسكو، حيث تتواصل عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية. يطلعنا على آخر مستجداتها فريقنا الموفد إلى هناك مع الزميل ملحم ريا. أهلا بك ملحم. يارا شكرا جزيلا لك، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام من موسكو، حيث نتابع وإياكم لحظة بلحظة نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية، حيث تستمر عمليات الاقتراع في اليوم الثاني. مشاهدينا الكرام، إذن تستمر عمليات الاقتراع، اقتراع المواطنين الروس في هذه الانتخابات في اليوم الثاني. ويوم غد من الطبيعي أن يكون هناك نسبة إقبال أكثر على صناديق الاقتراع على اعتبار أنه يوم عطلة. حتى الآن تجاوزت نسبة المقترعين 38% من الأصوات، وبالتالي نحن نتحدث عن نسبة عالية، وهذا الأمر له دلالات وله رسائل وتأثيرات. لابد للغرب كما يقول مراقبون روس أن يقرأ جيدا بين سطور هذه النتائج فيما يتعلق على الأقل بنسبة المشاركة، لأن هذا الأمر له رسائل وله دلالات حاول المواطن الروسي إيصالها للغرب في الحقيقة قبل كل شيء. الرسالة الأولى هي أن هناك التفاف شعبي كبير على السياسة الداخلية للقيادة الروسية المتمثلة بالرئيس بوتين، وأيضا هناك التفاف على السياسة الخارجية المتمثلة بالعملية العسكرية في أوكرانيا بداية، ومن ثم القضايا الأخرى المتعلقة بالمنطقة إن كان في الشرق الأوسط أو إن كان في السياسة الخارجية حول العالم. أما فيما يتعلق بالداخل وهي نقطة مهمة لابد من التطرق إليها، الرئيس بوتين استطاع السيطرة على كل تأثيرات العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، وهذا الأمر يلمسه المواطن الروسي بشكل جيد جدا. استطاع ضبط سعر الصرف الروبل هنا، وأيضا استطاع من خلال التدابير الاقتصادية التي اتخذها مع بداية العقوبات الغربية من خلال دعم الصناعة الداخلية وأيضا التجارة وفتح أبواب وأسواق على عالمية تجارية على دول أخرى، وأيضا الحديث عن ربما تبادل تجاري بالعملات المحلية وأيضا بالروبل مع دول أخرى. في الحقيقة كل هذه القضايا والأمور التي لا يسعنا الآن ذكرها في عجالة، هذه الأمور يلمسها المواطن الروسي جيدا، وبالتالي هو يدعم كل هذه الإجراءات. لكن ما لاحظته أنا خلال هذين اليومين الماضيين في الحقيقة، عندما كنا نظهر بشكل مباشر في كل منطقة كنا نظهر فيها، كان يعني عدد من الشبان المراهقين يأتون إلينا ويهتفون باسم الرئيس بوتين. أتحدث عن أعمار حوالي 16 عاما 14 عاما في هذا الإطار، وهذا له دلالات مهمة مشاهدينا الكرام، لأن هؤلاء لا ربما يعني ينظرون إلى الأمور بشكل سياسي كما ينظر آخرون إليها، ولا أيضا ينظرون إلى الأمور ربما بشكل اقتصادي، ولكن نحن نتحدث عن قضايا ثقافية أهم من كل هذا، وهذا ما نجح أيضا فيه بوتين برأي العديد من المراقبين. نتحدث عن الدعم الذي أعلنه بوتين للعائلة الروسية، الإجراءات التي اتخذها دعما للعائلة، دعما للثقافة الروسية، أيضا تحذيره من التغريب الثقافة الغربية ودخولها إلى المجتمع الروسي، وهذا الأمر حقيقة غاية في الأهمية، لأن الرئيس بوتين في الحقيقة قام بإجراءات
حفاظا على هذه الثقافة، وهذا له كان تأثير كبير على أصوات الناخبين. إذن نكمل مشاهدينا الكرام في هذه التغطية، حيث كشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن واشنطن أعدت حزمة من المعلومات المضللة لنشرها عشية الانتخابات وأثناء الانتخابات الرئاسية الروسية في محاولة للتأثير على سير الانتخابات. وأشارت في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية إلى أن واشنطن تستخدم القراصنة الإلكترونيين للتأثير في سير التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية عبر التصويت الإلكتروني. بوتين قال في كلمة له إن كييف خططت لارتكاب أعمال تخريبية مع بدء الانتخابات الروسية، مؤكدا أن ما حدث لن يمر من دون عقاب. كما هو معروف، بدأت اليوم في بلادنا وفقا للدستور الروسي الانتخابات الرئاسية، وفي محاولة لتعطيل عملية التصويت وترهيب الناس على الأقل في المناطق المتاخمة لأوكرانيا، خطط نظام النازيين الجدد في كييف لتنفيذ سلسلة من الأعمال المسلحة التظاهرية الإجرامية. ويا للأسف، لدينا ضحايا بين المدنيين، ومما لا شك فيه أنهم جميعا وأسرهم سيحصلون على المساعدة والدعم اللازمين. إن ضربات العدو هذه لم ولن تبقى من دون عقاب. وينضم إلينا الآن زميل مسلم شعيتو، مدير مكتب الميادين في موسكو، للاطلاع معه أكثر على تفاصيل سير العملية الانتخابية حتى هذه اللحظة، وأيضا دلالات نسبة الاقتراع العالية، خاصة أننا نتحدث عن يومين ونحن الآن في نصف اليوم الثاني. في الحقيقة لازال أمامنا ساعات حتى إغلاق صناديق الاقتراع. مسلم، مرحبا بك. كيف تصف اليوم الثاني من هذه الانتخابات؟ يعني كما اليوم الأول، العملية الانتخابية تجري اليوم يوم السبت، اليوم الثاني تجري بهدوء ودون أي إشكالات. كما قلت سابقا، يحاولون التأثير على مجرى الانتخابات من خلال الضغوط الإلكترونية، وكما قالت زاخاروفا وصرح بعض المسؤولين في اللجنة الانتخابية أن هناك محاولات للتأثير على التصويت عن بعد أونلاين، لكنها لم تنجح وتصدت لها القيادة الروسية التي تمارس العملية الانتخابية. نعم، هناك بعض الأعمال الشغب، لكن قياسا مع العملية الانتخابية هناك عشرات آلاف مراكز الاقتراع تم في مركزين أو ثلاثة، منها في موسكو، في سان بيترسبورغ أو يكترنبورغ أو غيرها. هذه لا تقاس قياسا مع هذه العملية الضخمة الناجحة. هذه العملية بالإضافة لأنها انتخابية لرئيس الجمهورية الروسية الجديد، لكنها استفتاء للسياسة الروسية إن كانت منها الداخلية أو الخارجية. نعم، الداخلية متشعبة متعددة، استطاع الرئيس بوتين مخاطبة كل شرائح المجتمع الروسي، وكما لاحظتم حضراتكم أن هناك الكثير من الشبيبة يؤيدين الرئيس بوتين، وهذا ما كانت تراهن عليه الوسائل الإعلام الغربية والتأثيرات على أن هذه الشريحة يمكن أن تلعب دورا سلبيا. تفاجأوا بذلك، وأعتقد سيتفاجؤون بالنتيجة في المحصلة. أشكرك جزيل الشكر مسلم على هذه التفاصيل، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، إلى مدينة سان بيترسبورغ الروسية، حيث توجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد، وذلك بحضور مراقبين محليين ودوليين. هذا التقرير لنا شاهين. إقبال لافت في مدينة سان بيترسبورغ إلى مراكز الاقتراع، حيث طالب المواطنون المرشحين للرئاسة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية. أعطيت صوتي لبوتين لأنه يعمل للحفاظ على بلدنا، وهو قوي وقادر على إدارة البلاد. نريد الاستقرار الذي اعتدناه، نحتاج إلى الاهتمام أكثر بقضايا الفقر وأصحاب الدخل المنخفض. نريد رئيسا يسير بالبلاد نحو الأفضل، أطالب بتحسين الصحة والتعليم كي يزدهر البلد أكثر. 3,800,000 ناخب يحق لهم الاقتراع في المدينة العريقة من أصل 5,500,000. فريق المراقبين والخبراء الدوليين جال على مراكز الاقتراع، حيث أدلى المنتخبون بأصواتهم.
هذه المرة الأولى التي أشارك فيها كمراقب في انتخابات روسيا، ونحن ثلاثة مراقبين من ناميبيا، اثنان منهم في موسكو وهناك آخرون من دول عديدة. الانتخابات الديمقراطية أداة مهمة ليعبر الشعب عن رغبته من دون تأثير من أي شخص. عملية الاقتراع انقسمت إلى فئات متعددة، انتخاب سري مباشر والناخب المتنقل لمن يرغب بعدم الالتزام بمحل إقامته وتصويت المنازل، إضافة إلى التصويت الإلكتروني عن بعد. صفحة أولى طويت من أيام الاقتراع في استحقاق انتخابي يؤكد المقترعون أهمية المشاركة فيه من أجل تعزيز مكانة الشعب لبناء مستقبل البلاد، رافعين شعار معا نحن أقوى فلنصوت لروسيا. لانا شاهين، سان بطرسبرغ، المعيدين. ومن سان بطرسبرغ تبقى معنا الزميلة لانا شاهين، مفادتنا إلى هناك. لانا، يعني بداية أود الحديث معك عن سير العملية الانتخابية، وأيضا لو تشرحين لنا أيضا كيف تنظر الجالية العربية، وأنت احتكيت بالجالية في تلك المدينة، كيف تنظر إلى هذه الانتخابات بشكل عام؟ نعم ملحم، يعني تجري على قدم وساق، يعني منذ ساعات الصباح الباكر فتحت أبواب مراكز الاقتراع والتصويت هو مستمر ومتواصل. اللافت اليوم، ما لفت انتباهي هو حضور لفئة الشباب. بالفعل بالأمس كان هناك الحضور الطاغي لكبار السن، لكن اليوم هناك توافد كبير لفئة الشباب، وذلك لأن اليوم هو يوم عطلة لا عمل فيه. تسير العملية بشكل مستمر هناك في مراكز الاقتراع، إن كان في المدارس وحتى أيضا في المحطات، محطات القطارات، وأيضا في المشافي وفق لجنة الانتخابات المركزية التي قالت ملحم أنه أكثر من 2000 المركز اقتراع تم تواجدها، وذلك لتسهيل المهمة. أيضا فيما يتعلق بالتصويت الإلكتروني، أفادنا مدير لجنة الانتخابات المركزية بأن العملية تسير بشكل مستمر متواصل بشكل لافت. لم يتم لغاية الآن رصد عدد كبير من الهجمات الإلكترونية، وإن كان هذا ما قد حذرت منه روسيا حتى قبل بدء هذه الحملة، وربما نتحدث فيه مطولا لاحقا. ولكن ما لفت انتباهي أيضا هنا ملحم، عندما أتحدث إلى الناس أشعر وأنهم لا يصوتون من سينتخبون، وإن كان القرار يعني في غالبية الفئات والشرائح هم يدلون بأصواتهم ويمنحوها لبوتين، ولكن التصويت أشعر وكأنه هو ضد أمريكا وضد الغرب وضد العقوبات، وهكذا تجري العملية. باختصار فيما يتعلق بالجالية العربية، يتواجد هنا في هذه المدينة حوالي 5000 مواطن عربي من عدة جنسيات، الأغلب هي من سوريا، هناك من فلسطين، هناك من غزة، أيضا التقيت شباب من غزة، وأيضا هناك من مصر. في أجواء ملحم باختصار، لا سيما في شهر رمضان هناك تجمعات حول موائد الإفطار وما إلى ذلك، وأكدوا بأن من يحق له الاقتراع هو سوف يدلي بصوته. شكرا جزيلا لك لنا شاهين من سان بطرسبرغ. في ظل العقوبات والضغوط الغربية المفروضة على كل من طهران وموسكو، كيف تطورت العلاقات بين الجانبين إلى مرحلة استراتيجية لافتة؟ هذا تقرير لأحمد البحراني. العلاقة بين طهران وموسكو في فترتها الذهبية، هكذا يصفها الإيرانيون. فخلال العامين الماضيين وسع الطرفان تعاونهما في كل المجالات بشكل تصاعدي غير مسبوق، في ظل الظروف التي تحكم المنطقة والعالم والمتغيرات التاريخية في موازين القوة. عالم اليوم يتحول من أحادي القطب إلى متعدد الأقطاب، وإيران وروسيا تسعيان بقوة لتحقيق هذا الهدف. المهم أن علاقتنا الاستراتيجية مع روسيا لا تتأثر بأي عامل وطرف آخر، وهي تتعزز يوما بعد آخر. التعاون العسكري الإيراني الروسي المتنامي والاتفاقية الاستراتيجية المشتركة الطويلة الأمد المزمع توقيعها،
وتطابق آراء البلدين في كثير من الملفات الإقليمية وتقاربها في أخرى عناوين عريضة لا تتردد الدول الغربية في إظهار القلق حيالها. روسيا بقيادة بوتين كقوة عالمية عظمى تتحدى القوة الغربية، يمكن أن تشكل فرصة لإيران كي تلعب دورا مهما في النظام العالمي الجديد وكي تظهر بقوة في منظمات بارزة كبريكس وشانغهاي. انضمام إيراني لمنظمات عالمية كبرى بدعم روسي يراه كثيرون أنه بداية النهاية لتأثير العقوبات الأمريكية الأوروبية المفروضة على الجمهورية الإسلامية. قد تكون للبعد العسكري في العلاقة بين إيران وروسيا خطورة قصوى لدى واشنطن، طالما تقود الأولى محور المقاومة ضد إسرائيل وتواصل الثانية تحقيق الانتصارات في جبهات الحرب الأطلسية داخل أوكرانيا. أحمد البحراني، طهران، الميادين. شاهدينا، هذا كل شيء في نافذتنا من موسكو، والآن عودة إلى استديوهاتنا في بيروت والزميلة يارا. شكرا لك ملحم. إلى هنا تنتهي هذه النشرة. دائما المزيد من الأخبار والتقارير تجدونها على صفحات الميادين على الإنترنت باللغة العربية والإنجليزية والإسبانية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.